مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في متابعه وفي حلقه جديده من صحافه الغد، متابعه لاهم الاخبار التي ستطالعنا بها الصحف القوميه والمحليه اليوم او يوم الجديد. معنا مجموعه من الاخبار التقيناها لكم، دعوني اطرح عليكم ماذا لدينا في هذه الحلقه. اليوم السابع شهاده دوليه، مصر ضمن اسرع 10 دول نموا في الشمول الرقمي 2020. من الوفد، المخابرات الهولندية تتهم أردوغان بنشر التطرف. وفي الشروق، وزير الكهرباء العام الحالي سيكون بداية النهاية لأخطاء الفواتير، وراحة المواطن أهم أولوياتي. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدا مع اخبارنا. واليوم السابع شهاده دوليه، مصر ضمن اسرع 10 دول نموا في الشمول الرقمي 2020. في هذا الخبر، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة رونالد بيرجر، الذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي في 82 دولة حول العالم من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي. يتم حساب المؤشر بناء على مجموعة النقاط في 4 أبعاد رئيسية للشمول الرقمي. معنا عبر الهاتف للتعليق على هذا الخبر الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد ووكيل تجارة الحلوان. دكتورة أماني، تحياتي. أهلا وسهلا بحضرتك وجميع المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني طبعا التحول الرقمي أصبح ليس رفاهية، بل أصبحت ضرورة، وضرورة ملحة، خاصة ما يتبعه من شمول مالي. يعني تابعتي هذا التحول وهذه الإشادة الجديدة نحو تحول مصر إلى الشمول الرقمي؟ طبعا التقرير ده بيعكس او بياتي في وقت احنا بنشهده جميعا، ان مصر بتاخد خطوات سريعه وقويه جدا، والحقيقه نتيجه التقرير ده يعتبر نتيجه طبيعيه للجهود والسياسات المبذوله والطفره الكبيره اللي اتخذتها الدوله في مجال التحول الرقمي والشمول المالي في كافه المجالات والتعاملات. نعم. خليني اقف مع حضرتك ان الفكره ان مصر او ان هذا التقرير اللي بتصدره مؤسسه رونالد بيرجر هي ضمن 82 دولة، بيأتي ترتيب مصر في 2020 الدولة 50 بتقدم مركزين عن 2017. نعم. لكن الحقيقة الجميل النهاردة في هذا التقرير ان مصر بتقع في اسرع 10 دول من حيث معدل تحسن الاداء، وده المهم. يعني النهاردة خلينا نقول هي مش بس من العشر دول، هي الثالث عالميا في معدل تحسن الأداء في الشمول الرقمي، يعني في سرعة تحسن الأداء ومؤشراته في الشمول الرقمي، وده المهم. يعني لأن ده بينبئنا أن خلال سنوات قليلة جدا سوف تحدث طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي بالنسبة لمصر. ولو بصينا نعم. طبعا ان ده بيعكس احد المؤشرات الاساسيه، طبعا هناك مجموعه من المؤشرات زي الاتاحه الرقميه والسياسات الرقميه والاستعداد الرقمي، لكن في مجال الاتاحه الرقميه بنجد ان هناك كانت طفره كبيره بالنسبه لتطوير الانترنت بالنسبه لمصر، قاعده المستخدمين، النهارده اطلاق منصه مصر الرقميه، تقديم نعم. الخدمات الحكوميه على مستوى كافه الاجهزه الحكوميه، وده بتشهده مصر خلال سنوات قليله جدا، وده اللي بيخلينا نقول ان سرعه الاداء او في التحول الرقمي لمصر مرتفعه بشكل كبير جدا. طبعا مبادرات الشمول المالي وتوجهات الشمول. طيب خليني اسالك سؤال مباشر يا دكتوره، يعني احنا بنتحدث، خلينا نكون صرحة مع بعض، احنا عندنا اقتصاد رسمي الحكومة بتقول من 40 ل 50%، الدراسات الدولية بتتكلم على 70 ل 80%، اقتصاد غير رسمي. الشمول المالي يعني تغطية كل نواحي الاقتصاد ب زي ما هو واضح من الاسم، شمول، يعني كله مراقب، كله معروف مصدره، وده الهدف اللي موجود في كل الدول المتقدمة. ازاي اقدر ادخل الاقتصاد الغير رسمي في مظلة الاقتصاد الرسمي عشان يبقى عندي شمول مالي حقيقي في مصر؟ طبعا يعني ده احد الاهداف واحد الايجابيات الاولى
بالنسبة للشمول المالي أو التحول الرقمي هو إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. نعم. خاصة الحقيقة أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي هي نسبة كبيرة جدا بالنسبة لمصر، طبعا بتختلف التقديرات لكن خلينا نقول هي في المتوسط 50%. والحقيقة أنا دايما أقول أن يعني أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر خلينا نقول أن هو اقتصاد داخل اقتصاد، أو هي نعم. دولة داخل الدولة. دولة داخل الدولة. وبالتالي آه بالظبط، فهو فهناك طبعا خطورة كبيرة جدا، أو هناك إهدار كبير جدا لحجم الناتج وحجم الاستفادة الاقتصاد من هذا الاقتصاد غير الرسمي. والنهاردة الدولة بتاخد جهود فعالة، النهاردة إنشاء المجلس القومي للمدفوعات اللي تم إنشاؤه سنة 2017 ده أحد التوجهات الرئيسية وأحد السياسات أو أحد الجهود المبذولة فعلا، لأنها بتحط سياسات مختلفة لكي إدماج القطاع غير الرسمي، إزاي هناك نوع من السياسات والتسهيلات لإدماج هذا القطاع. طبعا التحول أو الشمول المالي اللي بنشهده بشكل كبير جدا هيكون في نوع من التحول الإجباري والتلقائي بالنسبة لهذا القطاع داخل الاقتصاد الرسمي، وده طبعا تأثيراته هتكون إيجابية بشكل كبير جدا على حجم الناتج وحجم النمو الاقتصادي وعلى إنعاش الإنتاج داخل الدولة. نعم. طيب السؤال الثاني هيكون أو الثالث هيكون حول الثقافة الإلكترونية، وإزاي أقدر أقنع الناس. يعني إحنا برضو لازم نكون معترفين إن إحنا عندنا أمية، أمية كتابة وقراءة وأيضا أمية ثقافية بشكل كبير، يعني في ناس كتيرة معاها شهادات بس أميتها التكنولوجية عالية جدا. إزاي أنشر ثقافة التكنولوجيا، لأن التحول الرقمي بيعتمد بشكل كبير جدا على الإنترنت وعلى أدوات زي الموبايل والسمارت فونز وغيره وغيره وغيره. أنا عايز أقول لحضرتك إن ده حصل بالفعل. يعني أحد الأسباب اللي أثرت على زيادة وسرعة الأداء في التحول الرقمي هو انتشار أو زيادة ثقافة التحول أو الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد وعلى المستوى المؤسسات والأفراد. النهارده المؤسسات الحكومية تتجه بشكل كبير جدا إلا أن تكون كلها على الميكنة وعلى التحول الرقمي داخلها. في طبعا جزء ساهم ان كان يعني رغم تداعيات كورونا اللي احنا بنعتبر طبعا ان هي سلبيه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نتعافى منها على كافه المستويات، الا انها بشكل كبير اثرت على زياده صحيح. ونمو درجه الثقافه والتحول الرقمي داخل المجتمع المصري. نعم. وانا اعتقد انها اختصرت سنوات كبيره جدا من ان احنا محتاجين نغير هذه الثقافه، لان اضطر التعامل حتى المواطن العادي بيتعامل في تعاملاته الماليه بشكل كبير النهارده على هذا التحول الرقمي، التعاملات داخل البنوك، التحويلات المختلفه بالنسبه للمؤسسات. وبالتالي اعتقد ان الدوله بجهودها المختلفه النهارده، الدوله هناك العديد من المبادرات التي لا حصر لها، بنسمع عن مبادره حساب لكل مواطن مثلا، مبادرة التمويل العقاري، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بيهتم بيها الشباب وبتهتم بيها المرأة على كافة المستويات، بيساهمت في نشر ثقافة التحول الرقمي. الظروف الأخيرة خلال السنتين الماضيتين من خلال جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير جدا على تحول الأفراد حتى البسطاء من المجتمع إلى ممارسة عملية الثقافة الإلكترونية، وبالتالي زادت من الوعي داخل الدولة وما تبذله الدولة. طبعا الاهتمام بتدريب الأفراد أيضا، بالنسبة النهاردة إنشاء الجامعات، الاهتمام بالتخصصات المختلفة الإلكترونية، إقامة المؤتمرات، الانتشار مفهوم الذكاء الاصطناعي ومفهوم أهمية الاتصالات والمعلومات على كافة المستويات أيضا بدأت بتغير من ثقافة ومن مسمع المواطن، حتى زي ما بقول لحضرتك المواطن العادي حول مفهوم التحول الرقمي والشمول المالي. نعم. أنا بشكرك طبعا الدكتورة أماني فاخر، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معي. مشاهدينا الكرام هنكمل خبرنا. معانا في الوفد، المخابرات الهولندية تتهم أردوغان بنشر التطرف. مشاهدينا الكرام دعونا نخرج الآن إلى كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلالها مجموعة من الرسائل الهامة خلال مشاركته مساء اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي، فنتابع. مشاهدينا الكرام كنا نتحدث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة فيها مجموعة من الرسائل الهامة خلال مشاركته مساء اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي. وسيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة سبل توفير لقاحات فيروس كورونا
وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الإفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقي، السادة أصحاب الفخامة رؤساء هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي، صديقي العزيز فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، سعيد أننا ألتقي بفخامتكم في هذا اللقاء، أخي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السادة الحضور، يطيب لي أن أجدد التهنئة لأخي فخامة الرئيس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، متمنيا لفخامته النجاح والتوفيق في مهامه نحو دفع جهودنا الإفريقية في ظل هذه الفترة الصعبة التي تمر بالعديد من التحديات وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي فخامة الرئيس رامافوزا على جهده المقدر في التعامل طوال الفترة الماضية مع ملف جائحة كورونا، سعي للتخفيف من آثارها ومحاولة توفير اللقاحات لدول القارة. ورحب كذلك بأعضاء مكتبنا المؤقت في أول اجتماع بشكله الجديد تحت قيادة الرئيس تشيسيكيدي، ولا يفوتني في هذا المحفل أن أتوجه بالتهنئة إلى أخي موسى فقيه على توليه رئاسة مفوضة الاتحاد لولاية إنسانية، وهو ما ينم عن ثقة الدول الأعضاء في قيادات الحكيمة للنهوض بأجندتنا الإفريقية المشتركة. اسمحوا لي أيضا أن أخص بالشكر فخامة الرئيس تشيسيكيدي على الدعوة الكريمة لهذا الاجتماع المهم لمواصلة جهودنا المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات فيروس كورونا بما يفرضه من تحدي ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللسلم والأمن وللتنمية إقليميا ودوليا على حد سواء. كما أرحب بمشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون واهتمامه بمواصلة التنسيق معنا لدعم جهود الأنظمة الصحية والطبية في إفريقيا لمكافحة الجائحة وإتاحة الفرصة للدول الإفريقية للحصول على لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل وبعيدا عن أي اعتبارات سياسية، خصوصا قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، مما يعطي هذا الاجتماع أهمية متزايدة في ضوء الحاجة الملحة والضرورية لحشد التمويل الدولي والدعم اللوجستي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على فيروس كورونا وضرورة مراعاة الظروف الخاصة التي تواجه الدول الإفريقية والتركيز على أولويات محددة فعالة تخدم احتياجات القارة بشكل سريع وفي إطار مؤسسي شامل تحت مظلتنا الإفريقية الجامحة. السادة أصحاب الفخامة، لقد أصبحت التحديات التي تفرضها علينا جائحة كورونا واقعا نعيشه يوميا يؤثر على جهودنا الدؤوبة لدفع قاطرة العمل الإفريقي المشترك، فليست ثمة شك فيما بدت تمثله تلك الجائحة من تحدي كبير أمام قارتنا الإفريقية، بما يستوجب المزيد من التضامن والتكاتف بين شعوبنا وحكوماتنا من أجل السيطرة على انتشارها والحد من تداعياتها السلبية، وهو الأمر الذي لن يتأتى حدوثه دون التنسيق المتبادل وتسخير كافة الطاقات لإيجاد حلول وترتيبات فعالة ومبتكرة تتيح تجاوز صعوبة الظروف الحالية وتؤسس استراتيجية فاعلة للقضاء على الجائحة وتوفير اللقاحات الخاصة بها، إذ أن القضاء على هذا الوباء لن ينتهي إلا بتوفير اللقاح لكافة الشعوب. لقد كشفت تلك الجائحة ضرورة الربط بين عدالة توزيع اللقاحات وقضية تعزيز النظم الصحية، حيث أظهرت مدى التباين بين النظم الصحية في جميع دول العالم بتفاوت درجاتها، ليبقى العنصر الحاسم هو القدرة على التعافي واستعادة التوازن المطلوب لتمكين النظم الصحية من الاطلاع بدورها في رعاية الصحة العامة وانعكاس ذلك على تحقيق التعافي الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي، ويرتبط ذلك بدوره بالإمكانات المتوفرة
ليس فقط داخل كل دولة، ولكن أيضا بصورة عابرة للحدود. ومن هذا المنطلق فإنني أود التأكيد على ضرورة تركيز نقاشنا على النقاط التالية. أولا، أهمية ضمان حصول القارة الإفريقية على حصة كافية من اللقاحات وبأسعار تفضيلية تلبي احتياجات شعوبنا، مع استمرار المشاورات مع الشركات العالمية المطورة للقاحات للتعاون في إنتاج تلك اللقاحات على المستوى القاري. فلقد أظهرت الجائحة أثر الإشكاليات المرتبطة بقدرات الإنتاج على المسائل الخاصة بالتوزيع العادل للأدوية واللقاحات، بما يؤكد حتمية تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتمكين الدول من مواجهة أي طوارئ صحية، ويفتح ذلك المجال لنقاش جاد حول قضايا نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة. ثانياً، ضرورة إيجاد إطار قاري للحصول على التراخيص الخاصة بإنتاج اللقاح وتوزيعه، وكذلك توفير مصادر التمويل اللازمة لذلك. ثالثاً، أهمية العمل على تعزيز دور المؤسسات الصحية الوطنية لعلاج الأمراض المعدية وغير المعدية، ودعم آليات البحث العلمي في قطاعات الرعاية الصحية، سعياً لتطوير عمليات الإنتاج المحلي للقاحات والمنتجات الدوائية ومستلزمات التشخيص، وتعزيز الاستثمار في القوى العاملة البشرية في القطاع الصحي. رابعاً، أنه على الرغم من مساعي أطراف عدة لإيجاد آليات توفير اللقاحات والعلاجات وغيرها من منتجات طبية لمواجهة الجائحة، إلا أن العالم يشهد تنافساً حول النفاذ إلى اللقاحات التي تم تطويرها بصورة طارئة لمواجهة الجائحة، بما يشير إلى خطورة أبعاد هذه العلاقة الترابطية. أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، إن مصر تثمن كافة المبادرات الرامية لتأمين التوزيع العادل للقاحات على كافة دول العالم بالقدر والتوقيت المناسبين، وندرك حجم الجهد المبذول في هذا المضمار، لا سيما تحت مظلة مجموعة العمل الإفريقية المعنية بتوفير اللقاح لدول القارة. وكذلك منظومة تيسير إتاحة اللقاحات المعروفة اختصارا بكوفاكس، والتي جاءت كثمرة للتعاون الدولي والجهود متعددة الأطراف للتغلب على الجائحة عن طريق تأمين مساعي ضمان استفادة الجميع من اللقاحات التي تم التوصل إليها بشكل عادل ومنصف. ونبرز هنا أهمية التكاتف والتضامن الدوليين للعمل على سد الفجوة التمويلية تجنبا لمزيد من التأخير في إتاحة اللقاحات وعدالة توزيعها بالحجم والتوقيت الملائمين، وبما يتيح تسريع عملية التعافي العالمي. في الختام، أود التأكيد على أن مصر لن تدخر جهدها نحو تسخير كافة إمكانياتها لمساندة أشقائها الأفارقة من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، أخذا في الاعتبار الخبرات والإمكانيات المصرية التي ستعزز من استراتيجية الاتحاد الإفريقي للحصول على اللقاح، وذلك سعيا للقضاء نهائيا على تلك الجائحة وتداعياتها السلبية، ولنضع دائما نصب أعيننا تطلعات وأمال شعوبنا الإفريقية التي تعول علينا في توفير اللقاح، بما يساهم في دفع عجلة التنمية بوتيرتها الطبيعية بغية تحقيق التقدم الذي تصبو إليه قارتنا الإفريقية. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي بشكله الجديد، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وعلى رأسهم الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد، وإلى جانب طبعا موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. مجموعة من الرسائل الهامة ألقاها السيد الرئيس في هذه الكلمة، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة سبل توفير لقاحات فيروس كورونا وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي لخص طلبات القارة الأفريقية في التالي: عدالة توزيع لقاحات فيروس كورونا، 2 دعم نظام الرعاية الصحية الإفريقية، 3 حشد التمويل والدعم لمواجهة تداعيات الجائحة، 4 مساندة مصر لأشقائها في الحصول على اللقاحات، 5 منح حصة كافية من اللقاحات بأسعار تفضيلية، 6 تعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة أي طوارئ صحية، 7 نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة، 8 الحصول على تراخيص إنتاج اللقاح وتوزيعه. وأشار الرئيس إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد توافر الإرادة السياسية لتعزيز الجهود الإفريقية المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات فيروس كورونا بما يفرضه من تحد ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللتنمية على المستويين الإقليمي والدولي. وفي النهاية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدخر جهدا نحو تسخير كافة إمكانياتها لمساندة أشقائها الأفارقة من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، آخذا في الاعتبار الخبرات المصرية في هذا الصدد والتي من شأنها أن تعزز من استراتيجية الاتحاد الإفريقي للحصول على اللقاحات، وذلك سعيا لتحقيق تطلعات وأمال الشعوب الإفريقية في القضاء على تلك الجائحة وتداعياتها السلبية. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي بحضور الرؤساء الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية هو الرئيس الحالي للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وبمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وهذه في كلماته كانت مجموعة من الرسائل، بنختصرها ونعيد عليكم في نقاط كما قالها الرئيس: 1 عدالة توزيع لقاحات فيروس كورونا، 2 دعم نظام الرعاية الصحية الإفريقية، 3 حشد التمويل والدعم لمواجهة تداعيات الجائحة، 4 مساندة من مصر لأشقائها في الحصول على لقاحات، 5 منح حصة كافية من اللقاحات بأسعار تفضيلية، 6 تعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة أي طوارئ صحية، 7 نقل وتوطين التكنولوجيا في نظام وقطاع الصحة، 8 الحصول على تراخيص إنتاج اللقاحات وتوزيعه. مشاهدينا الكرام، بهذه الكلمة نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية ونهاية صحافة الغد. أشكركم جزيلا على حسن المتابعة. بعد قليل وعلى رأس الساعة تغطية إخبارية شاملة سياسية اقتصادية رياضية، انتظرونا.